شو 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 واو 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 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شاهدنا أول أمس بمنطقة طاطا بالمغرب فيضان قوي حيث ارتفعت عدد الضحايا 8 و15 شخصا مفقودا، وخاصة في جماعة طامانارت، منطقة يقولوا لها طامانارت في إقليم طاطا. هذه الفيضانات جاءت نتيجة تساقط مطارية غزيرة اجتاحت المنطقة وأدت إلى أضرار كبيرة في القرى والبنية التحتية. شغل المروك عندها بنية تحتية غاوتنا ما عندهاش، كون عندها رميسراش هذا الشيء كله شايف. وقالت محافظة إقليم طاطا في بيان آخر على إثر التساقطات الرعدية القوية جدا التي شهدتها الإقليم والتي أدت إلى فيضانات كبيرة. تم أول أمس الجمعة تسجيل حادث انجراف حافلة ركاب بنف بفعل السيول على مستوى وطاطا، خلف في حصيلة ومصرع شخصين، فيما تم إنقاذ 13 آخرين وتسجيل 14 من الركاب. شوف المروك ما عندهمش بنية تحتية، يقتلوا في الشعب تاعهم نورمال شايف. اعلان جاء اعلان من السلطات المغربية العمومية وكافة القطاعات المعنية عملت على التعبئة الشاملة لجميع الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية من اجل التدخل الفوري السريع، زعما كي شغل اللي يدخلوا باش ينقذوا الشعب، لمواجهة الوضع الاستثنائي وتقديم الدعم والمساعدة لمن للمواطنين. يكذبوا الناس. ارتفاع عدد ضحايا فيضانات وسيول اجتاحت محافظات جنوب شرق المملكة الى 18 وفاة واربعة اشخاص مفقودين، بالاضافة الى انهيار قدام مبنى، انهيار مبنى 56 مبنى شايف. تما خليها الرب يصاي على بك. الفيضان هذا ادى الى خسائر مادية وبشرية ممتو في نفس الوقت شايف. هذه كون جا عندهم بنيه تحتيه ما يصراش هذا المشكل هيك شايف، بس حسري با يخمو غيرك هيك على بالك. يا ربي السلام الله يشوفك يا ربي. شفتوا خوتي المروك سما نهضروا صح، ما عندهمش بنيه تحتيه هاك شي. كون جات عندهم بنيه تحتيه ما يصرات هذا الشيء كل هاك شي. هذه هي المغرب، ها المغرب فاض والطاطا حمل لك شايف. 56 ساكن راهو، لما تربي يرحمه واللي بقى ربي يشفيه وربيك شايف. كان خليهم يروحوا برك، هم غبنوهم والله غبنوهم، قهروا شعب على بالك المخزن، قهر الشعب نتاعو، قهروا تعرف شمتا قهر القهر صح. عذاب في المغرب. المهم خوتي وصلنا نهاية الفيديو، ما تنساش دير جيم وتخلي اشتراك باش يلاقي جديد. سلام.